السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم ضمن جولة إخبارية من قناة العيون. منذ قليل وصلت أولى الوفود المشاركة في الملتقى الدولي كرانس مونتانا، والذي سيبدأ أشغاله يوم غد الخميس ويستمر 3 أيام متتالية. وقبل انطلاقة موعد الحدث، بدأت منذ أيام بالداخل التحضيرات لعقد ملتقى كرانس مونتانا العالمي بقصر المؤتمرات، وقد اكتست شوارع المدينة حلة جديدة لاستقبال الوفود المشاركة في الملتقى الدولي ولعقد عديد الندوات في المقبل من الأيام. تفاصيل أكثر في روبورتاج محمد تروزي والمختار خيا. بمدينة الداخلة، الاستعدادات على قدم وساق منذ أيام لاحتضان ملتقى كرانس مونتانا، حدث دولي يعقد لأول مرة بالأقاليم الجنوبية، وسيلتئم خلاله كبار المسؤولين الذين يمثلون حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وبرلمانيون ومؤسسات بنكية ومالية وهيئات مهنية ومنظمات لأرباب العمل وأصحاب القرار في عالم الأعمال، بغية معالجة الإشكاليات الرئيسة والأفاق بالنسبة لإفريقيا، خاصة في إطار التعاون جنوب جنوب. وسيحتضن قصر المؤتمرات بالداخلة أشغال الملتقى، والذي سيبدأ يوم غد. ملتقى جعل من الداخل قبلة لكبار الساسة الأعمال من إفريقيا ومن خارجها. وكما سيناقش المشاركون في الملتقى الدولي كرانس مونتانا عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية في القارة الإفريقية من خلال عدة محاور. وللإشارة، فإن منتدى كرانس مونتانا قد تم تأسيسه بسويسرا عام 1986، وهو منظمة غير حكومية تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي والحوار والنمو والاستقرار والسلم والأمن في مختلف دول العالم. تنمويا، انعقد أمس بالجماعة القروية لأسرير بإقليم إقليميم اجتماع خصص لاستعراض التجربة المغربية في مجال تنمية الواحات بحضور مختلف الشركاء الأساسيين لبرنامج واحات الجنوب وممثلين عن دول تونس والجزائر ولبنان إضافة إلى المغرب. اللقاء مناسبة لتقاسم وتبادل الآراء والخبرات حول الممارسات الجيدة المرتبطة بتفعيل برنامج واحات الجنوب. الاجتماع تقدمه والي الجهة وعمال أقاليم الطنطان وأسمارة وأسازاك، وتميز بحضور سفير دولة اليابان وسفيرة دولة فنلندا حافظ محضار ومحمد بعيريس، ومعهما المزيد. هنا بمنطقة يزرير القروية التي تحتضن واحدة من أكبر الواحات بالأقاليم الصحراوية، يلتئم هذا الجمع من الخبراء الأمميين في ميادين ذات صلة بالتنمية المستدامة، بما فيهم خبراء من دول عربية كالمغرب والجزائر وتونس ولبنان، وذلك لعرض ومناقشة تدخلات وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية عبر برنامج واحات الجنوب في مجال التنمية المستدامة، تجربة راكم هذا البرنامج على مدى 9 سنوات من التنزيل الميداني على مستوى 5 أقاليم تابعة للجنوب الصحراوي، تدخلات ساهمت في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الأقاليم الجنوبية. الهدف من عقد هذا اللقاء هنا بمنطقة أسرير هو عرض التجربة المغربية على الدول الإقليمية الأخرى. لدينا وفود لبنان، تونس والجزائر، ومن خلال التجربة الكبرى التي ركبها المغرب في مجال تنمية الواحات، يمكن لتلك الدول الاستفادة من هذه التجربة الرائدة للمملكة وتطبيقها بمناطقهم الرطبة. نحن هنا لنتقاسم التجارب بين مختلف الدول في مجال تنمية الواحات، وذلك من خلال تقييم النتائج بشكل تشاركي، لأنه من غير الممكن لأي دولة تعتمد على نفسها فقط، بل يجب تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل إنجاح المشروع. نحن هنا من أجل تبادل الأفكار والتجارب والخبرات هنا بالمغرب، من أجل مشاركة مختلف المتداخلين لتنمية الواحات، كما نأتي هنا لمناقشة مختلف الدول التي تتوفر على مناطق رطبة وقاحلة حول قضاياهم المتعلقة بالواحات وتنميتها. يكون في هذا اللقاء الدولي توزعوا على ورشات عمل
من خلال نقاش تجربة برنامج واحد جنوب بمناطق التدخل من خلال عروض تناولت مواضيع المرأة والتنمية والاقتصاد الاجتماعي التضامن والحكامة المحلية. حضرت معنا اليوم لبنان والجزائر وتونس ومن أجل الاستفادة من تجربة التجربة اللي قامت بها الوكالة لمدة 10 سنوات في مجال الواحاتي ونقلها للدول المجاورة. أنا ذهلت وتفاجأت بالتطور اللي موجود بهذه المنطقة، وهذا إذا دل على شيء فهو دليل على مدى رؤية ورؤية قيادة المغرب والعمل الجبار اللي عم بتقوم فيه بالمناطق البعيدة عن السانتر. أنا مسرور أني موجود بهذا المؤتمر لحتى أستفيد من هالتجربة لحتى نستفيد منها في لبنان. المغرب لها تجربة جد معناها ناجحة في الوطن العربي، واختار برامج المتحدة للتنمية أنه تكون المغرب هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال معناها لاستفادة المشاركين من الدول الأخرى مثل والجزائر في مجال التصرف في الواحات. لقاء التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة تجربة غدت اليوم نموذج يحتذى، وذلك بفضل النتائج الجيدة المحققة ميدانيا، وكمثال ذلك تدخلات وكالة الجنوب بمختلف الأقاليم الصحراوية. في موضوع آخر، وفي إطار احتفالات المخلدة للمرأة العالمي، نظم مركز الصحراء للإعلام والدراسة الأبحاث ندوة حول واقع المرأة الصحراوية بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية. الندوة حضرها باحثون في الشأن المحلي سلك رحال وصالح رقيبي والتفاصيل. الوضعية الحقوقية للمرأة بمخيمات بالإضافة إلى المرأة الصحراوية الجنوبية موضوع الندوة التي نظمت بمقر مركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالمرأة خلال احتفاليتها بذكرها العالمية. مداخلات ركزت على مختلف القضايا التي تهم المرأة بشكل عام. الندوة الحمد لله ندوة ناجحة اشتملت على مجموعة من المداخلات قسمناها كالآتي: مداخلة عن الوضعية الحقوقية بمخيمة تندوف، وقارناها بما هو يعني اكتسبته المرأة من حقوق يعني حقوق التي اكتسبتها في المغرب يعني على مثيلاتها في الأقاليم الشمالية للمملكة، ونوعنا الندوة بمداخلة للدكتورة المختصة في التغذية والسكري من أجل إعطاء نصائح للسيدات في هذا اليوم العالمي، لأنهن اللائي لهن دور كبير في التغذية الأسرية. الندوة الجهوية تأتي في إطار البرنامج السنوي لمركز الصحراء للإعلام والدراسات والأبحاث، يتضمن ندوات ولقاءات واستطلاعات للرأي تهم الشأن المحلي في شقه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. بالعيون دائما، تم تنظيم دورة تكوينية حول آليات تحليل السياسات العمومية، دعم وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين بمدينة العيون. وقد كان هذا اليوم الدراسي من تأطير باحثين عن مركز السياسات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شاركت في هذه الدورة التكوينية فعاليات مدنية محلية، حيث تم النقاش حول آليات وميكانيزمات تحليل السياسات العمومية بطريقة منهجية ومحضة مبنية على تحليل عميق ومقاربة أكاديمية. الهدف من هذه الدورة التكوينية هو إعطاء مجموعة من الآليات والتقنيات العلمية للشباب والفاعلين المجتمعيين في مختلف الجهات كما قلنا، لمساعدتهم على المشاركة في فهم سيرورة السياسات العمومية والمشاركة في وتطبيقها. ارتئينا كعائلة مدينتي بأننا ندير الميدان تكوينات موازية للمجتمع المدني. في هذا الإطار أتت شراكة مع مركز الشرق الأوسط، مركز الأوسط وشمال إفريقيا، باش ندعموا المجتمع المدني لفهم السياسات العمومية، كيفية آلية تحليلها، كيفية بلورتها على أرض الواقع، من أجل تنزيل دستور لإعطاء المجتمع المدني واحد القوة كشريك غير حكومي في دعم التنمية المحلية.
ضمن رؤية 2015 الهادفة إلى تنمية وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية، احتضن مجمع الصناعة التقليدية بسمارة أشغال اللقاء التواصلي الأول حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية. يطلعنا على تفاصيل ذلك ربورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباز. وضع الصناع التقليديين في صورة الخصائص والمميزات الهامة للشارة الوطنية للصناعة التقليدية موضوع أشغال هذا اللقاء التواصلي. شارات الجودة في ثلاث مستويات تندرج ضمن رؤية 2015 كأداة تسويقية تتيح الولوج للعديد من الأسواق، يمكن المستهلك من تحديد المنتوج التقليدي الذي يراعي مواصفات الجودة الإنتاج ويحمي الحرفيين من تقليد منتجاتهم والمنافسة غير المشروعة. اللقاء التواصلي حول الشارة الوطنية اللي هي عندها امتيازات مهمة للصناع التقليديين، بحيث أنه الجودة ستبرهن على الجودة المنتوج ديال الصناعة التقليدية، تساهم في تسويقه، تحميه من القرصنة، تحميه من 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 من, من أنه يسرق واحد ثاني. وبالتالي فيها مستويات ثلاث، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، واللي نتمناه على أنه الصناع التقليديين ينخرطوا في هذا البرنامج بشكل كبير، وهو امتياز كبير وضعته وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لفائدة الصناع الفرادى والمؤسسات الحرفية. وفي الحقيقة هذا زين وحلو للصناعة التقليدية وعلى منتوج الصناعة التقليدية. إنما يكون كل حرفة من حرف الصناعة التقليدية عليها طابع خاص بصاحب المنتوج، هذا ما بين الغش وما بين الحقيقة، لا بالنسبة للصياغة ولا بالنسبة للذهب ولا بالنسبة للعود ولا بالنسبة أي حرفة من الحرف كيكون عليها طابع إلا هي ومضمونة من جهة الوزارة وتحمي الصناعة التقليدية التطفول. هذا معناها حتى وعرفنا عن كل منتوج عدلو الصاني دي بداله من تعود عنده ذيك الشارة، وذيك الشارة هي اللي لهي صانع تقليدي وتقدمه لقدام وتبين منتوجه ليه يعود متميز عن المنتوجات الثانية. الشارة الوطنية للصناعة التقليدية علامة ضمان رسمية تفيد مطابقة المنتوج التقليدي للخصائص المحددة في دفتر التحملات، وتؤهل تصنيف منتوجات الحرفيين ضمن خانة المنتوجات المحترمة لمواصفات الجودة المعتمدة على الصعيد الدولي. إلى بوجدور، وبحضور رائدات المساجد والنوادي النسوية، نظمت خلية المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي ببوجدور حفلا نسويا احتفاء باليوم العالمي للمرأة. ريجينا العروسي ومحمد شارة والتفاصيل. في أجواء احتفالية استحضرت خلية المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي بإقليم بوجدور مكانة المرأة في الإسلام، واحتفاء بالمناسبة تضمن برنامج الاحتفال معرض عكست من خلاله بعض النسوة قدرة المرأة على الإبداع وعلى المشاركة الفعلية في التنمية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له بنتان أو أختان فأحسن إن وصبر عليهن فيكون لهن سترا من النار. ومن بين تكريم المرأة كذلك عن أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة النساء، نخصصها الله سبحانه وتعالى للنساء. حفل يعني تواصليا بالدرجة الأولى مع النساء والفتيات كذلك بهذا الإقليم الفتي، وذلك بغرض عرض بعض التجارب اللواتي يعني نرى أنهن متميزات في المساجد والنوادي النسوية، وكذلك يعني تشجيعا لبعض النساء الفاعلات والرائدات في جميع المجالات، وتكريم بعض الشخصيات المتميزة والمعطاءة في هذا الإقليم. المناسبة كانت فرصة سانحة لتكريم فعاليات نسائية لها حضورها الوازن في المجالات الرياضية التربوية والإعلامية على مستوى الإقليم. اليوم كان محتز وكان في التأخر كل مرأة مغربية بهذا التكريم، واليوم كان حسب أن تعطاني حقي. هذه البادرة طيبة وهي رسالة لكل النساء بأن المرأة الصحراوية بصفة عامة أصبحت يعني تعرف تقدما في مجموعة من المجالات، واليوم المجلس العلمي فاتح على مجموعة من الميادين، كان تكريم المجال في مجال التعليم، كان تكريم الإعلام، كان تكريم للرياضة، وهذا إن كان يدل على شيء إنما يدل على العمل التشاركي بإقليم بوجدور للنساء بصفة عامة. برنامج الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للمرأة
حتى خللته مجموعة من الأنشطة الدينية التربوية وكذا الترفيهية. أما اللحظة فإلى جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، والعودة إلى سلك رحال. يومية الأحداث المغربية ومن خلال مواكبتها لمنتدى كرانس مونتانا كتبت اليومية أن اختيار مدينة الداخلة لاحتضان هذا المنتدى تحت شعار إفريقيا التعاون الإقليمي والتعاون جنوب جنوب يؤكد منتدى كرانس مونتانا اختياره لعرض إفريقيا للتداول حول شؤون إفريقيا الغنية بالموارد والتي تعرف معدل نمو بطيء. وأضافت الأحداث المغربية بأن مؤسسة كرانس مونتانا أكدت أن المغرب دأب خلال السنوات الأخيرة على تعزيز مكانته المتميزة ضمن البلدان الإفريقية كبلد رائد على الصعيد التنموي بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس أبرز وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس أمس الثلاثاء بالرباط أن المغرب وفرنسا أكدا على اختيار العمل سويا في إفريقيا جنوب الصحراء في مبادرة للتكامل المربح لكل الأطراف. وقال فابيوس في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العالمي: أكدنا على اختيار العمل سويا في إفريقيا جنوب الصحراء في إطار مبادرة للتكامل المربح للبلدان الإفريقية والمغرب وفرنسا. وذكرت المساء أن المسؤول الفرنسي أضاف قائلا: حددنا قطاعات التعاون الثنائي وثلاثي الأطراف لا سيما مع إفريقيا جنوب الصحراء. كما أشاد المسؤول الفرنسي بالإنجازات الصناعية والاقتصادية التي حققها المغرب. أما يومية الأخبار فكتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس: تحتضن العاصمة الفرنسية باريس يومي 27 و28 من مارس الجاري الدورة 13 لمناظرة فرنسا شمال إفريقيا بمشاركة مغربية وازنة على المستويين الرسمي والخاص. ووضح الرئيس المؤسس للملتقى محمد الوعدودي في ندوة صحفية لتقديم الدورة التي تنظم تحت شعار أية مشاريع لفرنسا وشمال إفريقيا خلال 2015 أن هذه المناظرة تراهن من خلال المشاركة المهمة للفاعلين المغاربة المؤسساتيين والخواص من مختلف القطاعات على استقطاب مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية وجلب استثمارات جديدة للمغرب. وأضافت الأخبار بأن المناظرة التي ينتظر أن تشهد مشاركة عدد من البلدان الأوروبية في مقدمتها بلجيكا وألمانيا ستتخذ لأول مرة بعدا قاريا باستضافتها لكل بلدان شمال إفريقيا بعد أن كانت هذه التظاهرة اقتصادية خاصة بالبلدان المغربية. وهذه التظاهرة التي كان لها إسهام كبير في جلب عدد من القطاعات لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني ومنها بالخصوص قطاع تصدير المواد الحلال بالمغرب ومراكز النداء والاتصال. كما سيجري البحث في واقع الاستثمار في بلدان شمال إفريقيا وآفاق الشراكة الفرنسية العربية. ببالغ الأسى انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سعيد ولمبارك والسيد العالم عن سن تناهز 80 عاما. المرحوم ينتمي لقبيلة رقيبات ربويهات. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مولاي أحمد والسيد محمد والهيبة التروزي عن سن تناهز 80 عاما. الفقيد ينتمي لقبيلة العروسيين أولاد الخليفية. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة من سيد بوجمعة عن سن تناهز 95 عاما. الفقيدة تنتمي لقبيلة الشرفاء أولاد بعيطة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما اللحظة فإلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله. يرتقب تشكل سحب منخفضة وبعض كتل من الضباب بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح. الحرارة الدنيا غدا إن شاء الله 19 درجة بالقويرة و11 درجة بالزاي. بالنسبة لدرجات الحرارة العليا غدا إن شاء الله 30 درجة ببكرة و21 درجة بكل من طرفايا وسيدي فلي. بالنسبة لحالة البحر وعلو الموج سيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج وستتراوح ما بين متر إلى متران بشمال الرباط وما بين طرفي وبوجدور. شروق الشمس غدا على الساعة 7:10 وغروبها على الساعة 6:56. حالة الطقس غدا إن شاء الله ببعض المدن المجاورة والعواصم 18 درجة بالرباط 35 درجة بالواديبو
36 درجة بنواكشوط و25 درجة بتندوف. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية كوركاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، ذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. انتهت نشرتنا الإخبارية وتصبحون على خير. السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم، وهذه تحية